سؤال سريع، هل قتل لاجئين صحراويين على يد القوات الجزائرية هل يعتبر من المسائل التي تنظر فيها مينورسو؟ هذا ليس من مهام البعثة التي تتركز أساساً على مراقبة وقف إطلاق النار. إذن هذا النوع من الجرائم هو من اختصاص مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. من المحتمل أن يطلبوا من الحكومة الجزائرية أن تجري تحقيقاً أو أن تقدم تفسيراً لما وقع بالفعل. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن توجه للحكومة الجزائرية عن الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس، وعن مسؤولياتها تجاه اللاجئين، وعن منعها المساعدات الإنسانية القادمة من إسبانيا إلى اللاجئين، وهي تساؤلات يطرحها الأوروبيون على الجزائر. فالحكومة الإسبانية والحكومة الفرنسية أو أي جهة مهتمة بشأن اللاجئين الصحراويين تطرح هذه التساؤلات على الجزائريين، لكن الحكومة الجزائرية نفسها تتعامل مع أزمة في الداخل، منها ما يتعلق بفيروس كورونا، ومنها ما يتعلق بأسعار النفط المتدنية. هل تعتقد أنها في وضع يمكنها من الاستجابة للمطالبات بتقديم تفسير لما تفعله مع الصحراويين؟ They have a very tenuous situation. You know, last time you and I spoke, the Ben Salah government was in place. And since that occasion, there's been an election, but not full board. هم في وضع ضعيف للغاية. تتذكر آخر مرة كنت معك فيها كانت حكومة بن صالح الانتقالية وأجريت الانتخابات، لكن نسبة المشاركة كانت ضعيفة بسبب مظاهرات الحراك. الآن الرئيس تبون الذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم للبلاد منذ الثورة الجزائرية عين اللواء سعيد شنقريحة البالغ من العمر 74 عاما والذي شهد حرب الرمال بين بلاده والمغرب، عينه رئيسا لأركان الجيش الجزائري والذي أعلن تأييده للبوليساريو في السابق. وإذا ما أرادت الحكومة الجزائرية الرد فعليها الموازنة بين الوضع الدقيق للمظاهرات وكيف تجدد دماء الحكومة بعناصر شابة في مجال السياسة الخارجية. من الصعب توقع أي شيء جديد ممن عفى عليهم الزمن. حرس قديم يحمل فكرا تقليديا. الصحراويون في الأراضي المغربية يتم إمدادهم بالرعاية الطبية والإمدادات الغذائية والأمن والحماية، فما تأثير هذا التباين بين المغرب والجزائر على القضية الأكبر المتعلقة بحل هذا الصراع طويل الأمد وعلى توجهات الصحراويين إزاء قيادتهم السياسية في البوليساريو؟ Well, I think what's interesting when you look at this current crisis is you now actually have tribal. المثير في الأزمة الحالية ألا يتحدث قادة العائلات والقبائل ضد قيادات البوليساريو وينشر ذلك في الإعلام، وهذا تطور غريب. هل هذا جديد؟ That's new, fairly new, because the way the camps. هذا تطور جديد لأن الطريقة التي تنتظم فيها المخيمات في قرى ومدن وعائلات ولا تتحدث شخصية معروفة عن الوضع أمر غير معتاد برغم قلق الجميع من الأزمة الصحية الحالية. وإذا نظرت إلى الاستجابة المغربية في السنوات الأخيرة ستجدها عملية للغاية، تركز على الفرص الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة لجميع سكان المنطقة بما في ذلك الانفتاح على الاتحاد الإفريقي، حتى بات هناك 10 قنصليات في منطقة الصحراء.